شهدت المنطقة المحيطة ببركان مايون بالفلبين اليوم فيضانات من السيول الطينية أدت إلى ابتلاع عشرات القرى المأهولة بالسكان. وأجلت السلطات الفلبينية حتى الآن أكثر من 84 ألف شخص من منطقة تبعد 9 كيلومترات عن البركان. وحذرت السلطات الفلبينية من أن ملايين الأطنان من الرماد والصخور التي يقذفها بركان مايون والمختلطة بالأمطار يمكن أن تهدد بابتلاع سكان القرى المقيمين حوله.